مش ناسيك وشك متسوق بالطيب وامك صفا. مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بحضراتكم ولقاء متجدد مع قلوب مصريه. قلوب مصريه بصراحه النهارده نقول قلوب موجوعه، قلوب بتظرف دم على اولادنا وشهدائنا واخواتنا اللي راحوا ضحيه الغدر والخيانه. يمكن كلنا بنعاني وبنعايش الايام اللي عدت علينا صعبه، علينا احنا، مش على اهل بس الشهداء، لا احنا كلهم ولادنا واخواتنا واهالينا. مش قادر بصراحه ان انا اعبر من الموقف، يمكن يعني ملايين شيعت جنازات الشهداء اللي راحوا ضحية، مش عاوز اقول كلاب، اللي قدامهم سنين عشان يوصلوا لدرجة كلاب. الناس اللي عملت العملة المخيبة للامال اللي افجعتنا، ناس لا يمكن يكونوا بني ادمين، لا يمكن يكونوا الناس اللي اتربت في البلد ديت وكبرت والاخر خانت، لا صعب ان احنا نقول عليهم كلاب. انا بقول للاخوان والمرتزقة والعملاء اللي قاعدين على القنوات واللي بيشجعوا الحاجات ديت، لا احنا مصر للاسف الشديد مصر بتدفع فاتوره غاليه، فاتوره الامن والامان للعالم كله. يعني ممكن نقول زي السيد الرئيس ما بيقول ان احنا اللي بنواجه الارهاب لوحدينا، مصر بتواجه الارهاب في كل مكان في العالم، وان شاء الله باذن الله الامن والامان بدايته من مصر، مصر الغاليه، مصر المحروسه. وبنقول كمان رساله للناس ديت، كل قطر الدم سالت من شهيد بيطلع بدلها ملايين مستعدين ان هم يضحوا بنفسيهم ويبقوا شهداء عشان خاطر الوطن الغالي اللي للاسف شديد انتوا ما تعرفوش قيمته. ناس يعني انا عاوز اقول كفار، لان يمكن ناس كفرت بكل حاجه، اللي يعمل العمله ديت واللي يغتال ابرياء وقت المغرب وهم صايمين اكيد مش بني ادم، اكيد كمان مش، يعني انا مش عاوز اقول كلاب، الكلاب انضف واشرف منهم. انت بتربي كلب بيبقى وفي بياخد عليك ويبقى صعب ان هو يغدر بيك، لكن الناس دي للاسف ناس خونه وناس مرتزقه وناس عملاء. وانا بصراحه مش قادر اقول اكتر من كده لان انا حزين. خليني اطلع فاصل وارجع ارحب بزو.
من الفاصل ويمكن شفنا المنظر، منظر صعب ومنظر تعبنا نفسيا لغاية النهاردة. وخلونا رحب بضيوفي العمدة أحمد حمادة راشد محكم عرفي، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك أستاذ محمود، كل سنة طيبين والسادة المشاهدين. الحاج سيد صالح راشد رجل أعمال، أهلا وسهلا بك. أهلا بحضرتك أستاذ محمود، وأهلا ب... أنا بتشرف أن أنا موجود في قناة الصحة والجمال. ده احنا اللي بنتشرف. طيب الحاج حمادة صلاح أبو هريش شيخ قبيلة النعام وكبير عائلة أبو هريش ومحكم عرفي وحاجات كتير هو يقولنا عليها. أهلا وسهلا بك. طيب وأسرة البرنامج ومصر كلها طيبة، وبنعز أهالينا وبنعز الشعب المصري كله في حادث سيناء بصراحة، وحادث الأمرية بتاع المقدم أحمد الحوفي حرام 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 حرام، مش عارف أقول أكتر من كده يعني، كفر والعياذ بالله. خلينا مع أخواتنا المصريين حرام. خلينا ناخد العمدة أحمد حمادة، وإنت رأيك كيف في الأحداث باعتبارك راجل يمكن واحد من أصحاب البيوت اللي مفتوحة على طول، ديوان آل راشد بيستقبل كل الناس وتقام فيه المجالس العرفية، وانت رأيك كيف الحادث القاسم الأليم اللي أثر فينا؟ والله يا أستاذ محمود، أولا احنا بنعزي أنفسنا وبنعزي أهالي شهداء مصر، وبالأخص المقدم أحمد الحوفي. وأنا النهاردة بتكلم وبقول وبدين الحادث الإرهابي الجبان، لأنه هو نال من عساكر لا حول ولا قوة، ناس محترمة قاعدة حامية حدودنا منع عننا الأذى، ولكن هي يد الإرهاب يد جبانة يد جبانة، وما بيواجهش الإرهاب، ما بيواجهش الإرهاب بيتربص. وأنا بقول للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اضرب يد من حديد كل شعبك وراك، كل شعبك وراك، وكل الشعب عنده استعداد للشهادة، ورحمة الله على الشهداء. الحاج سيد رأيك في الإرهاب وكلمة بتقولها لأهالي الضحايا والشهداء وللشعب المصري؟ بداية أنا بعزي نفسي أولا، وبعزي أهالي الشهداء من أول شهيد استشهد دفاعا عن بلده الى اخر الحادث الجبان اللي هو تم في كمين بئر العبد. نحسبهم عند الله شهداء اكيد ان شاء الله. نعزي كل شعب مصر وقادته متمثلا في السيد الرئيس السيسي، ودايما دي مش حرب مواجهه، ده حرب خفيه بايادي خفيه، ودي أصعب من الحرب المواجهة. لكن بندعو للشهداء إن هم إن شاء الله أكيد هم شهداء عند ربنا، وربنا يلهم أهليهم الصبر إن شاء الله، وإحنا وراهم بكل ما أوتينا من قوة. نرجع للحاج حمادة شيخ قبيلة النعام، ودي من القبائل الكبيرة الموجودة، باعتبارك شيخ قبيلة وكبير عيلة وكلمة بتقولها للإرهاب وباعتبارك شيخ، يعني القبائل دي من القبائل المعروفه المعدوده يعني. الله يخليك يا استاذ محمود، والله برضه انا مش هزود عن اللي قالوه الاخوه الافاضل. بنعزي انفسنا الاول، وبنعزي الشعب المصري والمسلمين واخواتنا المسيحيين، ان فيهم اخ مسيحي مات في الواقعه الاخيره دي. حرام اللي بيحصل ده، حرام وكفر والعياذ بالله. لا دين ولا شرع ولا مبادئ ولا اي حاجه تسمح باللي هم بيعملوا ده. ليك حق اقف وريني نفسك، قول حقك ايه اللي انت بتعمله ده، ولا هتغير حاجه، لان انت غلط ما هو صح. عمر ما الشعب كله هيبقى غلط برئيسه بحكومته بقضائه بشرطته وهو بس اللي صح، يستحيل. غلط بجميع يعني الاخلاقيات، حرام كفر والعياذ بالله، ما نسمحش بيه نهائي. احنا طبعا بنعزي الشعب المصري كله، وبنعزي اهالينا، هم اهالينا مش غرب عنا يعني، هم اهالينا برضه، نفس الوجع اللي بيوجعهم بيوجعنا. احنا طبعا كلنا بندين الاعتداء، وكلنا عارفين ان الموضوع مش هيخلص ومستمر، واحنا برضه مستمرين في ان احنا نقاوم الاخوان ونقاوم الارهاب ونقاوم الفساد ونقاوم كل ايد بتحاول ان هي تعبس في البلد، اكيد هتتقطع. احنا ثقتنا كبيره في الرئيس وثقتنا كبيره في الجيش ان شاء الله. وخلونا نكمل الحاج العمده احمد حماده، ونقول ان احنا كان في لقاء لينا في من كام يوم عندك في الديوان، ديوان آل راشد، كان في مجلس عرفي، يمكن احنا كنا حضرناه، يمكن في ظل الاجراءات الاحترازيه
كانت صحيح المسافات متباعده وفي اجراء، لكن كان في حاجه بتتم خير يعني. نتعرف على الكواليس بتاعت المجلس العرفي اللي تم ده. والله يا استاذ محمود هي المشاكل ما بتخلص، سواء في حظر او ما فيش حظر ما بتخلص، واحنا كدورنا كقضاء عرفي احنا بنسرع على انهاء النزاع ما بين ايه؟ ما بين الناس. انا قبل رمضان بيوم انا كان عندي مجلس عرفي في ديوان عائلة راشد بحضور الحاجة حمادة صلاح ابو ريش، الراجل اللي ما بيسيبنيش في اي مؤتمر خير او صلح، وكان متواجد معايا الحاج سيد صالح راشد، وانهينا نزاع ما بين عائلتين في قرية طموه، وعائلة ابو داود وعائلة ابو طه، والحمد لله الناس طلعت مطردية واهل وحبايب. ولكن احنا كذا مرة انا بوجه كلامي للبني ادم اللي هو بيفتن العائلات او بيفتن الاتنين لما يكونوا جيران ويفتنهم، انت بدل ما تقول كلمة شر لا قول كلمة خير، ربنا سبحانه وتعالى يديك على الاجر، ربنا سبحانه وتعالى يديك على الاجر، عندك حسنات ربنا سبحانه وتعالى. طب انا عاوز اقطعك يا حاج احمد، انا شفت انك انت كلفت نفسك، يعني انا شايف المكان كان فيه استضافه وكان فيه كتير يعني حاجات كتيره موجوده يمكن بمبالغ كبيره، الحاجات دي انت بتاخد فلوسها من الناس؟ لا، انا اولا المنزل بتاعي ما بياخدش رزق، اي صلح على حساب الخاص، يعني كل الخاص. الاكراميات والاستضافه اللي شفناها دي كلها كانت على حسابك الخاص؟ على حساب الخاص محمود، دي مش اول مره بالنسبه للعمده، دي حاجه انا حضرتها مره واثنين وثلاثه وعشرة بالنسبه للعمده، انا كنت حاضر يعني، وانا حضرت كتير، شفت دي مش اول مره للعمده، عشان برضه نتكلم الجد، يعني مش اول مره. اخر واقعه دي كانت معانا، كان معانا الحاج هاشم ابو جانب اخ فاضل برضه كبير عيله ابو جانب، اخ فاضل برضه، وكان معانا عم جمعه بس حصل الظروف ما حضرش معانا عم جمعه، الحاج ياسر عم جمعه ياسر ادريس عم جمعه ماشي، دي مش اول واقعه نحضرها عند العمده، بنجيبه الشخصي، يعني هنقول العمده كده في بيته كبير في بيت. بيتي بفضل الله، و90% من الناس برضه انا عندي في البيت الحمد لله كده، الحاج عمري ما باخد رزقه برضه لاي حاجه الحمد لله. طب خلينا نرجع للحاج سيد، واحد من رجال الاعمال الموجودين في قريه طموه في جنوب الجيزه. ايه اللي انا كنت شايفك حاضر القصه، لكن ايه اللي انتوا عملتوه في الفتره اللي فاتت ده عشان تساندوا دولتنا، نساند البلد؟ احنا مش عاوزين ايه، احنا بنشجب وندين ونندد ومع الدوله بس احنا عاوزين حاجه على ارض الواقع. احنا كل يوم بنشوف فنانين ورجال اعمال يقول لك انا بكفل 100 اسره، بكفل 500 اسره، والحمد لله احنا ما شفناش حد كفل ولا اسره. يعني بوجه رساله لرجال اعمال، يا جماعه بلاش كلام الاعلانات، يعني بلاش كلام الاعلانات، احنا عاوزين حاجه على ارض الواقع نشوفها. عاوز يا حاج سيد حاجه فعلي على ارض الواقع، تقول ان احنا ساهمنا الفترة اللي فاتت دي في كذا. الحمد لله احنا زينا زي غيرنا من اهالي مصر الطيبين، الطيبة والكرم هتلاقيها في القرى. الناس بتبقى معروفة والعائلات معروفة، فكل ما بيسيبش حد، بمعنى انه في الفترة الاخيرة طبعا كان حصل استغلال من بعض التجار في الخضر وفي بعض السلع التموينية وبعض يعني حاجات كتيرة، فبعض الناس في طموه مش في عائلة راشد بس، بالعكس حصل انه في ناس كتير جدا قامت من جيوبها الخاصة وعملت منافذ تجيب الحاجة بسعر الجملة وبتبيعها بسعر الجملة او بسعر التكلفة، على اعتبار انه الفرد ما كانش لاقي السلعة او ان لقاها بيلاقيها بتمن باهظ، وغالبية الناس كان قاعدة طبعا زي ما انت عارف يا استاذ محمود بظروف المرض، غالبية الناس شغالة بالأجرة يعني، فدي ساعدت ناس كتير ان هي تلاقي السلعة وبتلاقيها بالسعر كويس. وعلى سبيل المثال لو انت لو اتكلمت عن عائلة راشد، عندنا العمدة محمد حمادة راشد اخو العمدة احمد، كان عامل منفذ وعامل مجهود كبير، وبمساعدة بعض الناس الشباب المحترم معاه وبعض برضو ناس في البلد ساعدوه ماديا وساعدوه معنويا، فده كان دور زي اي دور في اي البلد مصر ما شاء الله. كان في دور موجود في القريه في الفتره اللي فيها ازمه كورونا، وكنا على ارض الواقع في فعاليات بتتم بالفعل يعني. حصل وملموس ومعروف في طموه وفي البلاد المجاوره حقيقي يعني. نرجع للحاج حماده ونسال سؤال. انا واحد من الناس مش معترف بالمجالس العرفيه. يعني انا واحد
شايف ان المدارس العرفيه دي ما بتحلش ازمه، ده بالعكس دي بتصعب الازمات. يعني يمكن شفنا حد من النواب في مجلس النواب اعترض برضه، لان احيانا بتصدر منها قرارات تتعارض مثلا مع قوانين الدوله. ماشي، اولا احنا قلنا نتعارض مع الدوله وتسالنا السؤال ده كتير وردينا عليه كتير في اكتر من حلقه. طب احنا احنا معانا مداخله. ماشي. الاستاذ احمد الدواء، اهلا وسهلا بك يا استاذ احمد. اهلا بك يا استاذ محمود، تحياتي ليك وضيوفك الكرام، كل سنه وانتم طيبين والشعب المصري طيب. كله بخير وامن وامان، وندعو الله سبحانه وتعالى بفضل هذه الايام بركه ان يرفع عنا وعن بلدنا البلاء والوباء ان شاء الله. اسمح لي انتهز هذه الفرصه واتقدم بخالص التهنئه للسيد الاستاذ المحاسب محمد عبد الرحيم رئيس مجلس اداره والعضو المنتدب بمناسبه حلول شهر رمضان وعيد العمال، اعاده الله عليكم بالصحه والعافيه وعلى شركاتنا بمزيد من التقدم والرخاء وعلى بلدنا بالامن والامان. الاستاذ احمد الدهنداوي عضو مجلس اداره شركه السكر. اهلا بيك. كل سنه وانت طيب يا استاذ احمد، وشركه السكر وعمالها وبخير. وانت طيب يا استاذ محمود، اسمح لي بس باسم جميع العاملين بالشركه من اسكندريه لاسوان ونتقدم للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص العزاء في شهداء ابنائنا من ابطال القوات المسلحه. داعين المولى سبحانه وتعالى ان يتغمدهم بواسع رحمته وان يلهم اهلهم وان يلهم اهلهم وذويهم الصبر والسلوان وان يحفظ بلدنا من كيد الكائدين وان ينعم علينا بالامن والامين. لما بتكلم يا استاذ محمود معلش اسمح لي اتكلم بس دقيقتين عن شركه السكر والعاملين، واحنا بنتقدم للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التهنئه بمناسبه حلول شهر رمضان وعيد العمال. بنقول لسيادته اذا كان هناك جنود على الجبهه السرجيه فهناك ايضا جنود على الجبهه الداخليه، هم جنود الانتاج عمال شركه السكر. رجال يا استاذ محمود يستحقوا ان نطلق عليهم بحق الجيش الازرق في الوقت اللي فيه كل الشركات والمصانع تم تخفيض العماله فيها بسبب هذا الوباء، بنجد عمال الشركه يعملوه ليلا ونهارا. انا بضم صوتي لصوتك يا استاذ احمد، وبنوجه التهاني لعمال مصر وعمال شركات السكر، وبنقول ان احنا اول مره ما بنحسش ان في ازمه في السكر على مدار السنوات اللي فاتت. تحياتنا لرئيس مجلس الاداره ولحضرتك ولعمال شركه السكر وللسيد وزير التموين، شكرا جزيلا يا احمد بيه. خلونا نشوف فيديو للحاج محسن كبير عائله الراشد، لو موجود يا جماعه فيديو للحاج محسن نشوفه. طبعا في بدايه لقاءاتنا النهارده هنبدا بالعميد. العميد كبير العيله الوتد زي ما بيقولوا. النهارده عائله راشد في طموح بنتعرف على الحاج محسن راشد عميد العائله، هنتعرف على تاريخ العائله، هنتعرف على الحاجات اللي قدمتها العائله لاهالي القريه، الدور اللي مجتمعين عشان النهارده. خلونا نرحب بالحاج محسن الاول ونتعرف على تاريخ عائله راشد. اهلا وسهلا بك يا حاج. اهلا بحضرتك، كل سنه وانتم طيبين. عاوزين نتعرف على تاريخ عائله راشد. والله عائلة راشد زيها زي أي عائلة في قرية طموح، فهي لها أصول عربية كانت مع الفتح الإسلامي في عهد سيدنا عمرو بن العاص، كانت من العائلات العربية اللي هي جاءت إلى مصر للفتح واستقرت في مصر، ثم تجمعت في أنحاء مصر من الدلتا إلى الصعيد إلى هنا في منطقة الجيزة. فالحمد لله عائلة راشد عائلة فيها الأصول العربية العريقة اللي هي موجودة عند أي عائلة موجودة في طموح، لأن عائلات طموح كلها فيها الأصول العربية وفيها الأصول الفتح الإسلامي اللي هم جاءوا مع سيدنا عمرو بن العاص رضوان الله عليه. احنا عارفين إن عائلة راشد من العائلات اللي كان لها دور الفترة اللي فاتت، سواء في الإعصار سواء في فترة الفيروس، المساعدات اللي بتقدمها في البلد، المساهمات. عاوزين نشوف الجديد اللي هتقدمه عائلة راشد لأهل القرية. عائلة راشد ما مش في معزل عن باقي عائلات القرية، بيتضافر الجميع في خدمة المجتمع وفي خدمة الناس وفي خدمة الأهالي المحتاجين أصلا في عملية التكافل وعملية التراحم وعملية فترة التوسعة على الناس في أزمات. فالحمد لله كان في نوع من عملية التضافر والجهود مع عائلات طموح، وصلت إلى مرحلة الحمد لله تكافل الشنط، مناسبات رمضان، مناسبات الشتاء في الكساء بالنسبة للعائلات الأسر الفقراء،
العماله اللي هي اللي غير مستدامه، اللي هي اصلا بسبب الفيروس وصلت الى مرحله البطاله، فلازم تعان على اساس ان هم لازم يحصل في تكافل من اهل القريه لعائلات الناس ديت اللي محتاجه. فكان الحمد لله اهل طموح كلهم تضافرت جهودهم ووصلوا الى مجمع خدمي بجميع فروع الخضروات واللحوم والمستلزمات المنزليه باسعار الجمله اللي هي جاءت من السوق بدون اي ربح، لتوفير السلع بسعرها لكل من غير قادر على اساس ان هو يشتريها من السوق الحر. طب احنا عارفين ان الفتره اللي فاتت السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اكد وقرر عايز الناس كلها تسلم الدوله. كلمه بتقولها للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. والله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي جزاه الله خير مش مقصر في حق البلد في حاجه الحمد لله، واحنا يعني احنا بمجالسنا العرفيه اللي بنقوم بيها في التكافل والتصالح مع اهل القريه بنعمل عبء، بنرفع عبء عن الدوله، بنرفع عبء عن القضاء، بنرفع عبء عن الشرطه، كل ديت بتبقى عباره عن اعباء بتشغل الجهات ديت. احنا بنقوم بالمساعده من جهتنا كمجتمع مدني على اساس ان ده بيبقى في شيء من الراحه وشيء من الطمانينه ما بين الناس بدون منازعات وبدون مشاكل، فده بيوفر للدوله نوع من الهدوء، بيوفر لها نوع من الطمانينه على المجتمع المدني داخل الدوله. يعني انت شايف الاجراءات اللي عملتها الحكومه الفتره اللي فاتت كانت كويسه، شايف اللي محتاجين فعلا ندعم الرئيس وندعم الحكومه في مواقفها اللي هي من فاتت؟ اصل قائد السفينه مش او قائد المركب مش هيقدف لوحده، لازم من يساعد، لازم المجتمع يكون كله واقف يساعد، لكن واحد لوحده هيقف في المركب عشان خاطر يبذل المجهود اللي هو يستشير المركب دي كلها صعبه، لازم الناس كلها تساعد، اللي بالمؤداف، اللي بالدفع باكتافه، اللي بايده، المهم ان المركب تسير ما توقفش، فدي نوع من المساعده لكل المسؤولين في الدوله بحيث ان هم يكونوا على نوع من الاهتمام براحه نفسيه وبراحه تكافليه مع المجتمع. شكرا يا حضرتك. شاكرين لحضرتك، كل عام وانتم بخير. شفنا تقرير وشفنا كبير العيله الوتد زي ما قلنا، وكلام موزون وكلام معقول وكلام محترم حد كبير. خلينا نرجع للحاجة حماده ونسمع اجابه على السؤال المجالس العرفيه وايه دورها وازاي ما تتعارضش مع قوانين الدوله. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا سؤال سعادتك سالته، احنا عمرنا ما نتعارض مع الدوله ولا في احكامها ولا في قضائها ولا في اي حاجه. احنا قلنا قبل كده 100 مره ونقولها ونفكر الناس تاني نعمل تذكره. الاحكام يا استاذ حماد مش سؤال يا حاج حماد، يبقى واحد قاتل واخد اعدام ماشي، وتيجي انت تدور على مجالس عرفيه، طب الراجل واخد اعدام. حلو قوي، ده انت وصلت لنقطه جميله قوي. اللي واخد اعدام ده ماشي غير ماشي غيره قتل وبياخد براءه، احنا بقى بنجيب حقه. ما احنا قلنا القضاء المصري على دماغنا وما اعترضتش معاه، بس يا يبرأ يا ايه؟ يحبس. احنا لا بنبرأ ولا بنحبس، لا بنجيب الحق وبرضا الطرفين. انا النهارده فرضا وقلتها 100 مره وبعيدها تاني، محضر في اي ثغره قانونيه غلط، جمله قبل جمله، واقعه قبل واقعه، ظابط بقى ما خدش باله من بند قبل بند، الساده المحامين المحترمين بيمسكوها ثغرات في المحاضر، يجيبوا له سنتين ويروح ياخد نصهم، يتقضي سنه عقوبه ويروح، اسمه قتل. طب وبعدين وحق اللي مات راح فين؟ واحيانا بياخد براءه. طب اللي عنده اسره دوت ومات، بنلزم العيله سين صاد اللي موت، انتوا عندكم راجل مات تكفلوا باسرته بما يرضي الله مدى الحياه، بنجيب له كفن، في ناس بتقبله ومش عايزه فلوس خدت حقها المعنوي، وفي ناس عايزه حق مادي لان هو رب الاسره مفيش مصدر رزق غيره، بنجيب لهم حقهم
ومذكور في القران يا حاج حماده القضاء العرفي. ايوه انا بقول اهو لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال له امر بالعرف واعرض عن الجاهلين. يعني العرف دوت يعني انت متفق مع الحاج حماده؟ طبعا لولا المجالس العرفيه لتغرق المحاكم في جمهوريه مصر العربيه. جزء ثاني يا اسمح محمود في جزء بسيط بس. جزء بسيط بس المجلس العرفيه ده اتكلمنا في الجنائي نرجع للمدني سؤال يا اسمح محمود. بس محمود سؤال بس سؤال ثاني بس اتفضل. اوراق الفلوس ده مش تبعنا ما نعرفش عنه اي حاجه خالص ومعروف ده اشكال كده يعني واحد في المية ومتجنب مفيش فصيل احنا كمحكمين احنا كمحكمين لو ما كانش المحكم اللي قدامنا عارفين نزاهته احنا بنرفض نقعد معاه. مفيش شجره في مصر او مفيش شجره على وجه الارض فيها فرع مائل لازم فيها فرع مائل مش المحكمين بس. الحاجه الثانيه بقى نرجع للمدني وتبقى نزاع على الارض. نزاع المدني بيقعد 10 سنين في المحاكم احنا بنخلصه في قعده قعده يوم قعده اثنين قعده اسبوع هي قعده كل واحد بياخد حقه بيتنازعوا 10 سنين في المحاكم وشطاره المحامين بكره وشطارته. وبيجي المتهم النهارده بينكر بيبقى قاتل وبينكر قدام القاضي يقول انا ما قتلتش. بيجي في المجالس العرفيه بيقول انا قتلت. احنا مش هنحبسه بالظبط. الحاجه الثالثه بقى الاستاذ محمود بيقول انا مش معترف عن نفسه. انا هساله سؤال واحد موجه لي هو برضه. اتفضل. رجعت وربنا ما يجيب مشاكل اولا تناقشت مع الست بتاعتك ده اتفه حاجه اهي حاجه تافهه جدا مش معترف بقضاء العرف. طيب هتطلع على الاسم تعمل فيها محضر ولا هتروح المحكمه بكره تخلعها ولا تطلع المأذون تطلقها ولا هتتصل باخوها ولا بوالدها ولا اي حد من الاقارب وتحل ودي انهي حل في الاربعه تلجأ له؟ لا اشتغل زي الشرع ما بيقول هو ده القضاء العرف. هو ده القضاء العرف. هات لي واحده اتجنبها. طب اقول حاجه ثانيه. هو ده القضاء العرف. طب ما هو ده القضاء العرف. هو ده القضاء العرف. حل الود. حاجه ثانيه بقى هات لي واحده في مصر اتطلقت بالمحكمه ما روحتش عرفي 20 مرة. طب انت اتكلمت في واحدة. طب مين اقدر على المشاكل الست ولا الراجل؟ لا المشاكل الست طبعا. واللي قلبها جامد الست. الست ليه؟ بتحلوا قضايا الستات ازاي؟ ما انا هقول لك اهو. لو حصل ضرب نار الراجل اللي بيتضرب مش الست في المشكلة. لو حصل اسف الراجل اللي بيتاسف مش الست. لو حصل حبس الراجل اللي بيتحبس مش الست. بالظبط. لو حصل دفع فلوس مادية الراجل اللي بيدفع مش الست. بالظبط. هي تجلبها له بس. هي تجيب النصيبه مع احترام ليها دماغنا وعلى دماغنا. طب انت يا حاج احمد ازاي بتحكم او بتقص في قضايا الستات دي في المجالس العرفيه؟ لا المجالس العرفيه النهارده عشان لو في مشكله ما بين ست احنا لو ست طبعا بنرفض. انا بعكسها له كمان اهو. لو ست قتلت سيبني اعكس لك يا من حاج يا استاذ محمود. لو ست قتلت في حاجه بعكسها لك بس. اتفضل. الست لو ماشيه مامنه مسالمه في بيتها او في الشارع واتغلط فيها حقها مربع تاخد حق مربع. تخيل دي بقى لو طلعت خانقت مع الراجل زي الراجل. لكن ماشيه في حالها المدام بتاعتي او بتاع سعادتك ماشيه في الشارع واحد غلط فيها حقها مربع. بالظبط. اما ان دخلت شتمت حدفت طوبه مسكت عصايه مسكت ضربت زي الراجل طلعت قاتل مع جوزها دخلت النزاع خلاص دخلت المشاجره. لكن باحترامك ما حدش جه ناحيتك لو واحد حدف عليك طوبه وحقها جنيه للراجل حقك انت اربعه. بالظبط. تبقى مربع لانها مسالمه والكارثه اللي جوه بيتها. طب اغرب المواقف اللي قابلتك في المجالس العرفيه؟ اغرب المواقف اللي قابلتني في المجالس العرفيه هي حاجات كتيره. اللي هو يعني احيانا طرف زي ما انت ما بتقول بيبقى جايب محكم بنوعيه معينه ان هو جاي يقطع له الحق. فطبعا ده بياخد منا مجهود كبير في التحكيم لان طبعا بنبقى عارفين ان ده بيبقى ليه اتجاه واحيانا بنرفض اعاده. يعني احيانا كذا مره يعني ممكن تعترض على حد كذا مره في تحكيم انا والحاج حماده ولقينا ناس معينه شلنا ايدينا من التحكيم واجلنا التحكيم. في محامين بيبقوا موجودين في الجلسات دي احيانا لسان حاله لسان حاله بيسجلهم بيكون في ورق يقدمه ويشرح لنا الواقعه. كان في تقرير للساده محامين كانوا موجودين في الجلسه دي يا ريت نشوفه. حاجه ثانيه بس دول ناس محترمه الساده المحامين دول. لا طبعا اخوات فاضل. في حاجه ثانيه يا استاذ محمود بكون في جلسه في فيديو وجايين طرفين بقول لهم يا جماعه البيت بيتكم ومفتوح لكم بس ما عدا فلان وفلان على الطرفين ما يجيبهمش محكمين. في فرضين واحد في بلدنا واحد في بلد جنبينا لا تجيبهم في بيتي لا الطرف ده يجيبهم ولا الطرف ده يجيبهم. طب انا لا معاه ولا ضد. نشوف نشوف الساده المحامين كده وارائهم في المجالس العرفيه. بنتابع لقاءاتنا النهارده في ديوان ال راشد الحاج احمد حماده. وخلونا نلتقي برجال القانون مجموعه مستشارين اتقابلنا معاهم النهارده في الديوان. اكيد هيبقى الحوار معاهم بشكل تاني واكيد هيبقى لهم مواقف كانوا شاهدين عليها سجلوا في المجالس العرفيه هنا مواقف ليهم هنتعرف عليها. خلونا نتعرف عليهم الاول.
الاستاذ سعيد حداد المستشار، اهلا وسهلا بك يا استاذ. الاستاذ عيد سعيد، اهلا وسهلا بك يا استاذ عيد. والاستاذ حمدي زكريا، اهلا وسهلا بك يا استاذ حمدي. عاوزين نتعرف عن قرب ايه اللي بيتم هنا داخل ديوان العمده حماده، احمد حماده، في المجال الصحفي. ايه الخطوات اللي بنبدا بيها؟ يعني بنكتب شروطات، بنكتب ضوابط، ايه الحاجات اللي بتخلينا ننفذ القرارات اللي بيتم اتخاذها هنا في المجلس؟ والله يا فندم، انا اول حاجه بحيي العمده احمد حماده ابو راشد وقلا ابو راشد كله، لان فعلا الاعلانات اللي هي محترمه في البلد وناس ليها باع كتير قوي في الخير. واستاذ احمد العمده احمد حماده ربنا يبارك له، قايم بمجهود كبير جدا بين العائلات على قد ما بيقدر، وبيصلح من الناس، بيجيب الطرفين طبعا، وبيحاول يصلح النفوس مع الحاج حماده صلاح ابو ريش وناس كبيره وعائلات عرب وناس كبيره محترمه، على قد ما بيقدروا بيصلحوا بين العائلات، بعيد عن المركز وبعيد عن اي حاجه. والحمد لله يعني قعدنا كذا مره هنا وشفنا الصلح، وتم على يد العمده احمد حماده واليد محمود صلاح ابو ريش والحاج محسن ابو راشد وناس كبيره، واستاذ محمود رجب ابو راشد طبعا مدير الشباب والرياضه عندنا هنا، وربنا يبارك له. يعني الناس دي مش مصرف اي حاجه والله، وعلى قد ما بنقدر يعني في ظل الظروف اللي البلد فيها بنحاول نحل شويه ونشيل من على كاهل الحكومه عشان حتى نساعد البلد تمشي واحده واحده. فعلى قد ما بنقدر ربنا يجازيه خير. يعني الصلاه دي شهدت صلح كتير بين عائلات وبين ناس كتير. يعني قرابه كان اول امبارح كان صلح بين بيت ابو طه وعائله ثانيه، والحمد لله رب العالمين ربنا عدى على خير واتصالحوا وكانوا تمام، مفيش اي مشكله خالص يعني. طب الاستاذ عيد يقول لنا عن اغرب المواقف اللي شافها في ديوان ال رشيد. والله ما فيش حاجه غريبه، بس هو طبعا بفضل مجهود العمده احمد حماده والناس، ناس كتير جدا بتساعده في ظهره، والبلد الحمد لله رب العالمين يعني متفاهمه متصله بالصلح. ما في يعني العائلات كلها الحمد لله رب العالمين في صله نسب وفي صله قرابه، والحاجه بتبقى سلسه. وطبعا كل ده بيشيل عبء كتير عن الشرطه وعن المحاكم وعن ناس كتير جدا في غنى عنها يعني، والحمد لله رب العالمين. طب انا شايف الكل عمال يشيد بالعمده احمد حماده وكله داخل يقول شعر في العمده احمد حماده. طيب مفيش حاجه عاوز تقول عكس اللي الناس دي بتقوله؟ لا والله طبعا كل سنه وانتم طيبين وبارك شهر رمضان الكريم. واحنا برضه في الاول بنشكر العمده احمد ان هو بيساعد القضاء وبيساعد رجال الشرطه في حل المنازعات طبعا، وليه دور كبير في حل المنازعات وحل الحاجات كتير مش مفهوم، بس طبعا هو دوره مش مركزي هنا في طرمود، ده دوره في جميع انحاء الجمهوريه بيحل، والراجل بيسعى للصبح من تلقاء نفسه وربنا بيكرمه. وهو بقى ليه دور كبير في حل النزاعات، لان صفاتنا احنا محامين ان المشرطات اللي بتتكتب ديت توثق والكلام ده، وان القضاء بياخد فيها وبيساعده في الاحكام. طب احنا باعتبارنا ثلاثه محامين وبنحضر هنا في ديوان ال راشد، احنا بناخد مقابل عن شغلنا في الدور الخدمي مع الحاج حماده، ولا ده تطوعي زي ما الحاج حماده بيتطوع؟ لا، الحاج احمد طبعا دوره تطوعي وبيصرف من جيبه كمان. طيب. واحنا برضو الحمد لله احنا في دورنا تطوعي، ان احنا من اهل البلد وبنحاول نساعد على قد ما بنقدر مع العمده احمد حماده، ان ربنا يكرمه في الحلول ديت والكلام ده. وهو برضو دوره مش في حل المشاكل بس، النزاعات بين العائلات، لان هو برضو الراجل بيحاول يحل بعض المشاكل اللي في القريه نفسها، لان احنا هنا بنواجه بعض مشاكل كتير زي مشكله الصرف الصحي، مشكله الميه والكلام ده، وعندنا الوحده الصحيه. فالعمده احمد حماده ان شاء الله برضه هو عامل يعني عامل مشروع والكلام ده، وجبهه عمل ان شاء الله هتبقى شغاله معاه في حل المشاكل ديت ان شاء الله، في الصرف الصحي والميه ان شاء الله والوحده الصحيه. يعني هو من خلاله ان شاء الله بدوره وعلاقاته هيناشد ان شاء الله الوزراء المختصه ومحافظ الجيزه وصفته والكلام ده، على اساس نحل بعض المشاكل واحنا معاه ان شاء الله. انا شايف في اجماع على دور الخدمي الجنوبي للعمده احمد حماده. يعني احنا جايين بفكر معين، يمكن سالنا قبل ما نيجي نعمل لقاءات ونعمل تقريرنا في ديوان ال راشد، عرفنا بعض المعلومات عن العمده احمد وعن دوره، لكن احنا بنعرف اكتر من خلال لقاءاتنا مع الحضور الكريم الموجودين، واكيد هيبقى لنا اسئله صريحه جدا معاه لما نلتقي بيه. وانا بشكركم جدا، شكرا لكم. احنا بنتابع التقرير وبنتابع اللقاءات من قريه طمو ديوان ال راشد،
وكويس ان احنا موجود معانا على الهواء النهارده الحاج احمد حماده العمده. وعاوزين نساله بقى بصراحه، يعني انا شايف الناس كلها عماله تشكر وتمجد فيك، يعني هل ده بيبقى تاثير كرم الضيافه ولا بيبقى تاثير التواجد الفعلي مع الناس في الشارع؟ طب ايه الخدمات اللي انت هتقدمها للبلد واحنا شايفين فيها مشاكل كتير؟ يعني انت عندك مشاكل كتير كتير، ايه اللي ممكن نتكلم فيه في المشاكل؟ من ناحيه المشاكل، المشاكل كتير. اولا من خلال المنبر بتاعك انا بناشد السيد اللواء محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد طموه عائمة على مية الصرف، طموه عائمة على مية الصرف. حضرته يجي قرية طموه وإن كان ده يرضي مسلم يرضيه. جوامع، أيوة كده حاج حماد، عاوزين ندخل في المشاكل. ما أنا بقول لك أهو، في مساجد في قرية طموه عايمة من مية المجاري في قرية طموه، وعندنا مشروع الصرف الصحي. عاوزين نصور الكلام، نصور وهبعت لحضرتك الكلام دوت. وحضرتك انا نشدت المحافظه وعملت اتصالات بمحافظه الجيزه، نزل السيد نائب المحافظ، لا حول ولا قوه ولا يعمل اي حاجه، ما عملش حاجه، ما عملش اي حاجه. رحت السيد رئيس المدينه كذا مره، جاب بعديها قفل المقلب اللي هو بتاع العربيات اللي هي بتاخد ميه الصرف من ايه، من المنازل. اما قفل عربيات الصرف، يعني الحاجات دي موجوده لغايه النهارده؟ موجوده. المقلب بتاع قريه طمول منفذ الوحيد. تسمح لي احنا بكره نيجي نصور ولا؟ ما فيش مشكله، تيجي تشرف وتنور. احنا بنوجه رساله للسيد المحافظ، يا سياده المحافظ، يعني ده وجع وده الم ودي مشاكل كتيره بتتم. الناس يا استاذ محمود ضايعه، الناس اللي في الارياف دي يا ريت حد يبص عليهم. قريه طمول عائمه على مياه الصرف، قريه طمول يا سياده المحافظ عائمة على مياه الصرف. الشوارع، واحنا دلوقتي يعتبر في طوارئ، بنقول الفيروس وانتوا بترشوا وبتعقموا، وانتوا عقمتونا في قرية طموه بمياه الصرف. ومشروع الصرف الصحي في طموه بطيء جدا هي ومنيا الشيحة. انت تعقمتوا بمياه الصرف؟ اتعقمنا بمياه الصرف. يجي سيادته يشوف قرية طموه، السيد المحافظ المحترم يجي يشوف قرية طموه، قرية طموه عائمة على مياه الصرف يا استاذ محمود. ما يرضيش ربنا. اما تخش الادوار الارضيه بتاعت الناس الغلابه، السرير ما بينه وما بين الارض 20 سم ميه يا حاج حماده، ما يرضيش ربنا. منطقه البحر دي عايمه، منطقه طمو فوق منطقه المحطه دي عايمه، المحلات بتاع قريه طمو بتصرف الميه دلوقتي في الشوارع. انت بتنظف الشوارع ولا بنضر الشوارع؟ المساجد اللي الناس بتخش تذكر فيها ربنا سبحانه وتعالى وبتعبد له، في مساجد فيها ميه صرف؟ المساجد كلها في قريه طمو فيها ميه صرف، كل المساجد. سيادته يبعت معايا حد بكره وانا هفتح له اكتر من مسجد يشوف ان كان ده يرضي ربنا سبحانه وتعالى. والمقلب بتاع قريه طموه مقفول، انت قافله ليه؟ قفلته وقلت عربيات مجلس المدينه هي اللي تشتغل عشان هتقلب في مكان صحي. انا كنت هعلق على دي، بس استنى يا حاج حماده بعد اذنك. المقلب بتقلب على الطريق السريع في الترعه، وده حرام، ده الترعه دي برضو بتودي، لا ده في بتودي فيش منها اراضي والناس تاكل منها. في حاجه كارثه كمان يا حاج حماده. النهارده اما السيد رئيس المدينه جه قفل المقلب، بتقفل ليها سيادة الرئيس، قال لك عشان ده ترعة وان انا اشغل عربيات مجلس المدينة تودي في المكان الصح. قفل المقلب بسور من البلوك الابيض، وابتدت عربيات مجلس المدينة التابعة للدولة تشتغل وتكسح، ما كفتش اول حاجة وتاخد من البيوت ترمي في ترعة تانية. طب انت قفلت عشان ترعى، رايح ترعى تانية انت كحكومه؟ طب ما تسيبني انا اقلب بقى في الترعى اللي انت ايه اللي انت قفلتها لي، اللي هي اللي هي مريحه. انا بصراحه مش مصدق الحوار ده يا حاج حماد. يا باشا مش مصدق ان في الحاجات دي كلها بتتم كده في، يا باشا اتفضل المحافظ كل يوم الجليدرات شغاله بتشيل زباله وبتشيل استاذ محمود طموه قريه. الحكومه مهمشاها. السيد محافظ الجيزه راح جميع القرى، جه لحد طموه وما راحش طموه. السيد نائب محافظ الجيزه كان متواجد في طموه يا حاج حماده، والناس ورته ميه الصرف برضه ما فيش اي استجابه خالص. طموه ارحموها يرحمكم الله، طموه ضايعه. خلينا نشوف الحاج سيد. طبعا الحاج سيد عنده حكم دولي في البيت، احنا مش هنتكلم على الحكم الدولي، هو الحاج سيد يتكلم على الحكم الدولي ويتكلم. انا شايف في كم مبنى كده مكتوب عليه راشد في معهد ديني وحاجه زي كده، يكلمنا عنه وايه الخدمات اللي ممكن نأديها تاني للبلد. طالما هنتكلم في الرياضه بقى،
كان المفروض يبقى موجود معانا الاستاذ محمود رجب راشد مدير اداره الشباب والرياضه بمركز ابو النمرس، ولكن للاسف هو بلغني وقال لي ان في وكيل وزاره الشباب والرياضه نازل دلوقتي على اعتبار ان هم هيعملوا 3 مراكز شباب حجر صحي بيجهزوه لمستقبلا، لان العمليه بتزيد ده يعني خبر من ضمن الاخبار اللي هي في المنطقه اللي بتخص بالظبط. هم هيعمل مركز شباب بني الشيحه، مركز شباب بابو نمرس، مركز شباب بتادوس، الثلاثه دول تقريبا هيختاروهم يعملوا فيهم حجر صحي لاحتمال بالظبط. احنا بنقول يمكن الحاج سيد خلينا انتبهنا لحاجه ان الاعداد بدات تزيد وبدات الناس تحس ان مفيش حاجه، الناس بدات تحس ان مفيش حاجه وخلاص الناس بتعيش حياتها طبيعي ونسيت القصه دي خالص وبدات الامراض بقى وبدات الاعداد بتبقى بتتصاعد بطريقه غريبه جدا. تقريبا نسينا مرض كورونا ابتداء من اول شهر رمضان، من اول شهر رمضان، وبالدليل الاعداد في تزايد. وانا يعني كل ما اخشى زي غيري ان على اخر شهر رمضان النهارده 360 و350 هتبقى 800 و900 وربنا يسترها. لازم الكل يلتزم يا جدعان، حتى لو الحكومه ما داستش علينا في ان هي تلزمنا احنا لازم احنا نلتزم بنفسنا. يعني احنا قلنا ان الحكومه رهنت على الشعب والشعب للاسف الشديد يعني خسر الرهان وهيخسر الحكومه الرهان وهيضيع حياتنا ومعرفش ايه اللي هيحصل تاني. الناس مش عاوزه تلتزم. يا حاج حميد انا شايف الاسواق زحمه في الحوامديه وشايف الناس في الشوارع عادي والدنيا بس الاسواق زحمه، الناس هتعمل ايه تشتري اكلها؟ طيب بص للمترو كم مليون بتتزحم فيه، استهلاك سحور كمان. الجامع اللي بيصلوا فيه 50 واحد بيخشوا طهار، يا بيتوضى في بيته يا بيتوضى في الجامع. اي جامع بيصلي فيه 50 ولا 100، المترو فيه 2 مليون. قفل الجوامع وسايب المترو؟ فانت قفل الجوامع، قفل الجوامع عشان العدوى. عدوى تيجي ازاي؟ طب والمترو مش عدوى؟ المترو بيبقى فيه 2 مليون بني ادم دلوقتي، ده الوحيد اللي بتوضوا فيه الجامع. هات لي مكان في مصر حكومي او اهالي بتوضوا فيه. لا انا مش متفق معاك. لا ازاي يا استاذ محمود؟ ازاي الكلام ده؟ انت هتدخل المسجد وواحد بيتوضى في بيته بيتوضى في المسجد، بيتوضى في بيته بيتوضى، واطهر حاجه وانقى حاجه للفيروس الطهاره اللي هي الوضوء كل شويه. اطهر في البيت وصلي في البيت. وايه المشكله يصلي في الجامع؟ يعني احنا دلوقتي يا حاج حماد الازهر قال الجامع هنا المرض، الازهر قال رد على سؤال اسمه الجامع هنا المرض ولا المترو اللي الناس راكبه فوق بعضيها؟ يا حاج حماده بس عشان ما نكررش كده، لا عاملين حساب سيدات ولا رجال كله على بعضيه. يا حاج حماده الازهر قال بص الاتوبيس هيتنقل العام، الازهر بص للقطوره يا حاج حماده القطورات، الازهر صرح والاواف صرحت، الازهر على دماغنا. انت مش هتعرف اكتر من الازهر. ماشي ده قول الامر بتاعك. الازهر ما بينزلش على الطبيعه تحت. شوف انا جنبيه جامع، طالما الازهر انا جنبيه جامع، طالما الازهر لو المنطقه فيها 1000 50 بيصلوا في الجامع، لو المنطقه فيها 1000 بيصلوا 50 في الجامع. نرجع للحاج للعمده احمد ونقول كلمه عاوز تقولها للشباب وتقولها للناس في الشارع وازاي يلتزموا قبل ما الخطر يزيد ونلاقي نفسنا كلنا. لا انا الكلمه اقولها عشان انا شايف في خطر. الكلمه انا اقولها للسيد المحافظ تاني. يا سياده المحافظ بص لطموه بنظره الرأفه، بص لقريه طموه بنظره الرأفه. طموه ولا فيها اعمده اناره يا حاج حماده، ولا فيها اي نوع من وسائل الخدمه اللي انت تحس ان انت تابع لمحافظه، مفيش الكلام ده خالص. شارع معهد راشد الازهري الابتدائي عائم ماي. خلاص احنا الرساله وصلت. طيب كلمه بتقولها حق سيد للشباب وللمسؤولين. انا بقول للشباب لتاني مره، الدوله دايما بتراهن عليكم انتوا لان كنتوا المستقبل. انت اللي هتبقى مدير وهتبقى وزير وهتبقى لواء. حاولوا تلتزموا بتعليم الدوله وبتعليم وزاره الصحه في عدم انتشار المرض. ودايما الشاب يعني هو كمان هو اللي يقول لابوه وهو اللي يقول لوالدته، على اساس ان احنا نحد من انتشار المرض والوباء اللي احنا فيه. الحاج حماده انت لو انت رحت صليت في المسجد وجنبيك واحد عنده الفيروس ومش عارف وروحت انت البيت عديت اسرتك، كلام سعادتك مظبوط؟ كلمه بتقولها للناس. انا موافق راي سعادتك. والشخص المعدي ده ما دخلش الجامع، دخل سوق، ركب المترو، هيعدي كام واحد؟ الجامع لو فيه 50 هيتعدوا، لو المترو فيه 2 مليون، فيه 3 مليون كل يوم. ال 50 هيوصلوا ل 5000 وال 5 مليون. وال 2 مليون هيوصلوا كام؟ وال 2 مليون هيوصلوا ل 100 مليون. طب ما ده احنا بنقوله. هو ده مرض وموجود والحكومة. امنع اي تزاحم بقى. احنا في الاخر يا حاج حماده احنا تبع امنع بيوت ربنا. احنا في الاول وفي الاخر تبع تعليمات كلنا الدولة. انا معاك كلنا مش معارضك. بس بقول اعمل بقى وسيله ايه؟ كل واحد بعيد عن واحد متر ماشي، كل واحد يجيب مصليه من بيته يصلي عليها ماشي.
يتوضب بيته ويمنع الوضوء في الجامع ماذا؟ يبقى يطهر من بيته. حاج حماده بره في المانيا، في المانيا مفيش ممنوع اي حد يخرج من غير الكمامه، انت احنا ماشيين عادي في الشارع وبنتكلم وبنهرج. انا عايز حد يبص للمترو يا جماعه، للناس ومش حاسين بالوضع. يا حاج حماده بلاش القطر. الحلقه عدت سريعا واكيد الموضوع مفتوح واكيد لنا لقاءات ثانيه مستمره. بعد اذنك يا استاذ محمود اتفضل. انا بدعوك تيجي تصور بالكاميرا أكيد بتاع حضرتك أكيد. في قريه طموه على المهزله اللي في قريه طموه. بكره بكره ان شاء الله هننزل كاميرات. خلونا النهارده نقول نجدد ان احنا بنعزي الشرطه يا جماعه بتوع جنبينا في المجالس العرفيه، بنعزي شهدائنا واولادنا وبنندد بالافعال الدنيئه اللي بيقوموا بيها الاخوان اللي هم ارخص دم وارخص طبعاً بشر ما يتشبهوش بالخنزير، واقل من ان احنا نقول عليهم كلاب مش مسلمين. لان هم لا الكلب لا ما تقولش الكلب يمكن اقوى منه مش مسلمين. نشوفكم الحلقه الجايه الثلاث الجايه ان شاء الله، وحلقه جديده وضيوف جديده. وتحياتي محمود عوض، شكرا حق حماده، شكرا.